طيب نبدأ معاكم قصة حين، مش قصة، أشياء لازم تتركبونها مع بعض وتفهمون كيف الشركات بادئة وكيف الشركات التغنية، كيف أنت بنفسك تغيم الشركة إذا عندها هذه الأمور. تعرف أن شركة مستقلة، شركة عندها راح تنجح في المستقبل أو لا. طبعا استنبادي لي ما يبي لهم سكيب وتسمع شيء وتكنسل شيء، وما يبي لهم زعاج وكل شيء، لازم تجلس لحالك تحط السماعات وتسمع وتتخيل من نفسك. يعني راح أمنشن أو راح أجيب طاري بعض الشركات، لكن أنت طبقها على جميع الشركات الموجودة، أوكي؟ فخلونا نبدأ. ونسيت برضو، تقدر تصور الشاشة أو الشاشة كامل حق سنابات تحفظها عندك، ترسلها لحق أي شخص، والأشخاص اللي يفهمون في التغنية، الأشخاص اللي راح يأكدون، وتقدر تحفظها يعني بعد 24 ساعة عشان ما تنحذف من سناب شات، يصير باك أب عندك يعني. فلو بنتكلم من 2007 و 2008 في ذاك الوقت، الشركات القوية، الشركات اللي تحس لها أوكي دي الشركة راح تكون يكون لها مستقبل قدام، لازم يكون عندها شيئين. أول حاجة هاردوير اللي هو عتاد قطع خارجية، أوكي، وسوفتوير. الشركات بعضهم آسف على الباكي جراوند، أوكي، المهم بعض الشركات ما عندهم الخيارين. يعني إذا كانت ذيك الفترة نقدر نقول جوجل ما عندها هاردوير، كان عندها سوفتوير، فما في شركات كثيرة ذيك الفترة عندها هاردوير سوفتوير. فكان الوقت، فمثلا مايكروسوفت كانت تبيع الويندوز حق شركات ثانية، كان مثل ما تقول أوكي أنا أقوم منك بشيء وأنت تقوم مني بشيء. لكن جات أبل قالت لا، إحنا نصنع الهاردوير أو نصنع تاد الجهاز، نصنع الجهاز ونصنع السوفتوير حقنا، ما يحتاج نأخذ من شركات ثانية. وكملت الأشياء، يعني مثلا لو نرجع بعد فترة مثلا نوكيا تأخذ السيمبيان، تأخذ الأشياء دي، بعض الشركات كان عندها سوفتوير خاص فيها لكن طاحوا بعدين، أبل كملت بدي الشيء. فكانت ذيك الفترة الشركة الناجحة لكن لازم يكون عندها، لازم تشوف عندها الجهاز من صنعها والسوفتوير من صنعها. بعدها جوجل دخلت بالنكسس، لكن للأسف يوم دخلت هذا الجهاز من النكسس، طبعا ده يعتبر آخر نكسس نزلته، لكن سوت جالكسي نكسس، وبدأت كذا شركة قامت تعطي الشركة إن تقول لها صنع الجهاز أنت، مثلا تقول حق سامسونج صنع الجهاز لكن الجهاز باسمنا. قامت تعطي هواوي مثل هذا النكسس اسم جوجل، يعني هذا الجهاز مال جوجل يعتبر، لكن هواوي اللي مسويته، مكتوب اسم هواوي تحت. كل سنة تعطي شركة ال جي، أحيانا في ذي الوقت كان في نكسس مال هواوي وفي نكسس رخيص مال ال جي، لكن يعتبر مال النظام حقها سامسونج اللي هو التايزون، نظام طلعت ممكن الجوال أو جوالين طلع للهند وفئة رخيصة، تدري إن هي ما راح تقدر الحين، يعني خلاص صار جوجل، يعني هو السوفتوير أو العتاد مال جوجل، جوجل اللي مخليته يصنعونه، فمية مية يعني مال جوجل. فأبل كملت هذا الشيء، بعدها بكذا سنة السوق متشبع بالأندرويد، فتحس إنه صعب تسوي نظام خاص فيها، فقالت أوكي نزل في أجهزة رخيصة وقبل تبيع في الهند، ما أدري الحين وقف ولا لا، يعني نقدر نقول في 2011 كذا 12 بدأت جوجل أبل قالت لا، وشركات ثانية قاموا يفسرون شيء ثاني، قالوا لازم في شيء ثالث يركب، لازم الشركة قالت خلاص دام احنا توحقنا في الجوالات وما نقدر نطلع من الجوالات الحين، فالاشياء الجديدة اللي بنسويها لازم نسوي نظام خاص فينا. قامت جوجل سوت نفس الاندرويد تكون عندها شيء ثالث، لكن قبل الشيء الثالث نرجع، بعض الشركات اللي دخلت مع الاندرويد توهقت، ما اقول لكم ما توهقت، والدليل اقول لكم اجهزة ثانية مثلا اندرويد تي في لحق التلفزيونات، سامسونج قالت لا انا اسوي تايزون وحطه فيه، قامت نزلت الاندرويد وير لحق الويرابل لحق الملبوسات، مثلا ساعة، في ساعة اندرويد سامسونج قالت لا انا ما احط نظام الاندرويد بس احط التايزون في الساعة، تقول خلاص يعني تحس انه سامسونج ما قالتها بالكلمة، لكن تحس انه بالاشياء اللي تسوي سامسونج ما تبي تنزل نظام جوجل زيادة عندها، تقريبا الثلاجات حقينها برضو سامسونج، قامت تحط النظام حقها، سامسونج قامت تقول اوكي نبي نحط الخدمات حقين الحين. مثلا سامسونج كانت هي التوب في الاندرويد ذيك الفترة، بس حست بعدين ان غلط اللي قاعد تسويه، اوكي طلعت من الاندرويد صار رقبتها عند جوجل، يعني اي شيء جوجل تسويه يعني من اندرويد مال جوجل، وسامسونج قاعده تصنع، وطلع اسم الاندرويد على جوجل على سامسونج، يعني تحس ذيك الفتره ما يعرفون الناس الاندرويد، يعرفون بس سامسونج، جهاز سامسونج في ذيك الفتره. سامسونج قالت لا، دي الحركه او النظام حقنا في الهاردوير حقنا، خلينا نخلص من ذا الشيء، لان الشركه تجلس الهاردوير حقها والقطاع، عن آسف إن كله أقول بالإنجليزي، لكن هاردوير خذوه عتاد، ما بعجبني إن قمت أنا أشتغل
وأرفع غيري. فسامسونج بدأت تنسحب شوي، ونلاحظها حين سامسونج يوم جت نزلت الأشياء يعني شاشة جهاز يعني، لكن السوفت وير هو النظام. فقامت الحين تبدأ تحط الأشياء حقينها، التلفزيونات حقينها ما تنزل مثلا أندرويد تي في. أنا عندي جهاز تلفزيون سامسونج ما تحط أندرويد تي في النظام حقها، قامت تحط نظام حقها. جاءوا شركة ثانية قاموا لا يخدم الأندرويد، يعني مثلا أول جي وذي اللي قاموا يحطون أندرويد يمشون، لأن الشركة صغيرة فتبي تطلع من ذي الجهة. بعد فترة حين قامت تنزل الخدمات، فحين كانت ذيك الفترة في شيئين، في سوفتوير نظام وهاردوير، الحين في خدمات. الشيء الثالث أحس هذا المهم حين، هذا اللي قام يطيح الشركة واللي يرفعها. في شركات عاشت بهاردوير بدون سوفتوير، شركات كثيرة والآن موجودة، لكن الخدمات هو اللي راح يقتل الشركات بالنسبة لي وفي نظر في نظري. ليش؟ لأن الحين الهاردوير تشبع، يعني جهاز أقدر أستخدمه 3 سنوات 4 سنوات ما في أي شيء، ما بلازم أشتري جوال كل سنة، لأن ما في تطوير كثير أو تطور كثير في الجوالات، مو بنفس أول فيش قفزة. الحين نحس وصلنا للبيك أو للقمة للتشبع في الجهاز، يعني عادي أستخدم جهاز 2 3 سنوات ما في شيء جديد ينزل في الأجهزة الجاية. يعني في أشياء صغيرة، يعني أشياء تافهة، أوكي بطارية أقوى، كاميرا أقوى، أوكي شيء طبيعي، معالج أقوى، أوكي عارفين هذا شيء طبيعي، لكن ما حطت شيء يبهرنا في الجوال، ما في أي شيء يبهرك في الجوال. فالشركات توجه حق الأشياء اللي ندري إنها بتطورها، يعني شيء ما في تطور قوي. فقالت الشركات أوكي مثلا سامسونج أو أبل، قالت بما أن الأشخاص الحين ما قاموا يشترون جهازي، فأنا لازم أسوي شيء ثاني أجيب فائدة من الجهاز. مثلا إذا باعت من الجهاز هذا السنة الجاية ما راح الشخص يجي، أو أنا ما راح أجي أشتري مرة ثانية جهاز منهم، فهي بتخسر يعتبر. أوكي السنة الجاية 50% من الشعب جي شرى، أو 30 وبعدها 20%، فما الأشخاص ما في شيء جديد يجي له، أو ما في شيء جديد يخليهم يجون يشترون أجهزتها. فقالوا خلينا نسوي خدمات services. فالآن تشوف الشركات مثل أبل قامت طلعت لايك كلاود من زمان موجود لكن في اشتراك فيها، الأبل ستور من زمان موجود في خدمات، يعتبر أن تقدر تشترك الأركيد نزلوا حين تقدر تشترك، شوفوا كيف الخدمات الأبل تي في بلس تقدر تشترك فيه، هذه الأشياء دي كلها يقوم ربح ترجع حق أبل، تقول لك خلاص اشتري جهاز، لا تشتري جهاز ثاني، خذ الجهاز هذا واستخدمه أنت مردك. يعني أوكي بعض الأشخاص ما راح يشتركون، لكن في أشخاص كثار راح يشتركون. كل شهر تشترك مثلا، مثلا أنا آي كلاود ما أقدر أستغني عن الخمسة جيجا اللي معطيني إياه، مستحيل تكفيني. أنا أفكر إنه يجيبون أكثر، أنا توتيرا مشترك فيها ومدخل 6 أشخاص معاي، فيعتبر الحين باقي كم 30 جيجا تقريبا. فأنا استخدم الآي كلاود أكثر من الجهاز نفسه، فالخدمات دي بعض الأشخاص مشتركين في الأركيد، أنا كنسلت الأركيد. في أشياء كثيرة تجيب مردود حق أبل، البرامج اللي تشتري برنامج أبل تأخذ من البرمج تقريبا 20% إلى 30%، ما أدري السعر كم. فأبل الحين تقول لك خلاص أخذ جهازك، وإحنا يعني ما راح نسوي شيء جديد السنة الجاية، فأنت مردك تشترك في الخدمات عندنا وبيجي لنا مردود. فالحين أبل من السنة راحت مردودها في الخدمات صار أكثر من الآيفون، ولأول مرة تقريبا قبل السنة راحت آخر ربع أو الربع أو النص الربع الثاني أو الثالث تقريبا، مردود الخدمات عند أبل أكثر من مبيعات الآيفون، ومن زمان الآيفون كان هو أقوى واحد، حين تقريبا حتى الإيربود صارت أقوى. فأبل قاعدة تتوجه هذا الشيء، بعدين نزلت الأبل بي، الحين نزلت أبل كارد، فالأشياء دي اللي هي قامت تجيب مردود حق الشركات أكثر من مبيعات الأجهزة. يعني هذا اللي تبيه الشركات الحين، هذا اللي تبيه إنك أوكي قد ما تقدر أنت تنزل شيء جديد تجذبك تجي لها وتشترك في الخدمات حقينها. فأبل مثلاً ما تبي شركات ثانية تجي عندها في جهازها وتشترك فيه. مثلاً صارت مشاكل بينها وبين يعني أبل ميوزك عندهم في سبوتيفاي صارت مشاكل بينهم، يعني ما يبون يخلون سبوتيفاي هو اللي يصير عند مأخذ خدمات الجهاز كله أو الميزات اللي في الجهاز كله. فتقول لك أوكي عندك سبوتيفاي تقدر تشغله كل شيء، لكن ما تقدر مثلاً تقول حق سيري تشغل سبوتيفاي، يمكن في المستقبل تخليه، لكن في أشياء ما تقدر تسويها في سبوتيفاي. مثلاً أشغل سبوتيفاي ما أقدر أتحكم في الساعة، ما أقدر أسوي داونلود أوفلاين في الساعة، لكن إذا صرت مشترك في أبل ميوزك أسوي داونلود وأقدر أستخدمها أوفلاين، يعني بدون جوال في الساعة ما يحتاج على الإنترنت. ففي هذه الخدمات دي للشركات اللي قاعدين توجهون لها مثل أبل. يعني جوجل بدأت بعد ما سوت النكسس، بعدها قامت صنع أجهزتها هي من نفسها عشان تقول أوكي نبي نخش عندنا سوفتوير نخش هاردوير، فصنعت البيكسل، هذا جهاز البيكسل
فقامت تصنع الجهاز حقها. مايكروسوفت فكرت في الأشياء دي برضو. مايكروسوفت كانت بس تبيع الويندوز لحق الشركة. طيب الحين نرجع معاكم مرة جينا في المستقبل خلاص نرجع معاكم مرة يوم الكل يعرف ان الايباد نزل بعد الايفون، لكن عند ابل وستيف جوبز يوم مات طلعت تسريبات يعني الاوراق والاشياء اللي يتكلمون عنها ان ستيف جوبز كان عند الايباد وجاهز الايباد قبل الايفون، لكن اخر الايباد قال مش وقته، قال ان لو ينزل في السوق شوي الاشخاص مش يعني الطبيعة البشر الى ذيك الفتره انه مش متقبلين جهاز تابلت كذا، خلينا ننزل ايفون وخليه يمشي وإذا نجح وكل شيء نشوف وقت المناسب لننزل الآيباد. فالشيء الناجح مش لازم ينجح، أنت لازم تحصل وقت مناسب متى تطلع الشيء عشان ينجح. مثل جوجل نزلت النظارة حقتها في قبل 7 سنوات أو 6 سنوات لكن ما نجحت، فيمكن الآن الوقت المناسب إنك تنزل نظارة مش ذاك الوقت. فاختصار إن الوقت المناسب هو اللي راح ينجح المنتج حقك مثل شركات دل والأشياء دي كلها الشركات الثانية. فبعدين قامت تسوي سيرفيسز خدمات او هو الجهاز السيرفيس، فقامت تسوي لابتوبات خاصه فيه. يعني اللابتوب هذا مش مصنع ديل، مش مصنع شركات الويندوز، اتش بي سوني ما برحت ولا طلعت ذاك الفايو ما شو اسمه. فهذا التابلت هذا الجهاز هذا من صناعه مايكروسوفت، شوف العلامه مايكروسوفت والسوفتوير حقه مايكروسوفت. فمايكروسوفت دخلت للمجال والخدمات حقتها موجوده، مايكروسوفت عندها خدمات كثيره. ف هذه الأشياء اللي الحين الشركات متوجهين لها ويدرون في المستقبل الناس راح يتوجهون للخدمات أكثر من شرائك للجهاز الجديد. فأنت لازم تفهم أنك ما تشتري جهاز جديد الحين إذا جهازك مفيد. يعني أنت في أشخاص كثار يشترون أجهزة بس علشان الجهاز جديد، ليش؟ أنت استخدمت موارد الجهاز. يعني في أشخاص كثار شارين الجهاز الكاميرا الثانية ما يعرفوا شلون يشغلونها أو شنو شو الميزة فيها، ما ثلاث كاميرات شنو هي ثلاث كاميرات ما يدري، حتى لو إنه يعني ما راح ينجح يمكن شوي، لكن يعني مو بلازم الشيء الناجح راح ينجح اذا كان مش وقت غلط يعني. اوكي، فبعدها تاخر وين نزل الايباد بعد الايفون، وبرضه ديك الفتره تكلم او طلعت تسريبات من زمان واذكرها الى الان يعني 2009 تقريبا كذا 10 ان ستيف جوبز كان يخطط انه يسوي شركه اتصالات، لانه فكر فيها ستيف جوبز قال اوكي الاشخاص يجون يشترون الجهاز من الايفون مثلاً خلنا نقول 500 ذيك الفترة يعني، لكن يروحون يشتركون في شركات اتصالات يحط الخط حقه، شركات اتصالات تربح أكثر من 500 اللي شراها. يعني شخص يشتري الجوال يتم عنده سنة سنتين، لكن لو نلاحظها إن شركة اتصالات تربح أكثر منه وإحنا نصنع الجهاز، ليش ما حنا نخلي الجهاز حقنا بشبكاتنا حنا؟ ليش إن نربح شركات اتصالات؟ فهذا الشيء اللي طلعت السربات حقته قبل ممكن 4 شهور. رجعت تسريبات قوية قبل 4 شهور تقريبا ان ابل الحين جالسة تشتغل مرة ثانية تبي ترجع للخطة ستيف جوبز اللي كانت في كل فترة ان تبي تسوي جهاز او شبكة خاصة فيها عالميا. تقريبا قاعد يشتغلون على بروجكت من 4 شهور ان يبون يطيرون شو اسم هذيك فضائيين اغمار صناعية علشان يجربون. طبعا ما اتوقع انها بتشتغل جميع العالم كبداية، لكن حبة حبة لين تنتشر. فأبل هذا اللي تفكر فيه الحين إن يكون الجهاز حقها بالكامل لها، تشتري الجهاز يعني في ذيك الفترة أتوقع لو تسوي ذي الحركة تقدر تقلل قيمة الجهاز بعدين، إنه أوكي خذ الجهاز ما يحتاج نرفع سعره، يعني خلينا نخسر فيه بداية، نخسر فيه 200-300 عادي، مرده 200-300 راح تجينا بعدين. فهذا الشيء اللي ما أدري هل كل الشركات يقدرون، هل أبل راح تقدر، أبل مثلا هل في أمريكا راح تقدر بذي الحركة، شركات اتصالات ما راح يشتكون على أبل، وهل لأنه في أشياء مش كيف الشركة نفسها كيف الحكومة نفسها، لكن في أشياء ثانية برضو. يعني مثلا أبل نزلت لي مسج ما حد تكلم، وشوفوا هنا في الأمريكان لو أقول لكم مثلا 80% يمكن من الشعب هنا اللي موجود يستخدم آيفون، يعني فأندرويد موجود ومنتشر حق الأشخاص، ما أقول لك قليل أوكي، لكن مش نفس يعني المجتمع اللي أنا أشوفه هنا عندي آيفون أكثر. لكن اندرويد فكرت ان تنزل تواصل نفس ابل في الاي مسج، تقريبا ما قدروا ان الشركات اتصالات هنا يشتكوا عليهم، لان لو نرجع على خطه كيف طلع الاندرويد من شركات اتصالات فما نبي نتكلم عن ذا الشيء. فهل عندها القوه ابل ان تنزل شبكه وتكنسل من شركات اتصالات؟ ما ادري، لان في قوه ثانيه هنا موجوده. يعني الايفون الوحيد هنا في السوق ان لو اشتري مثلا
بكونتراكت او بعقد مع الشركات ما في علامه لحق الشركه نفسها، لكن الاندرويد اشتري سامسونج اشتري شيء كونتراكت هنا في امريكا يكون علامه اللوجو على المطبوع على الجهاز من ورا مثلا. فالجهاز يعني تشتري الجهاز حقك سامسونج او اي جهاز ثاني اندرويد تشغله يطلع علامه سامسونج يطلع علامه الشركه شركه اتصالات حقتك اذا كنت ماخذ كونتراكت منها. لكن ابل لو تاخذ كونتراكت ما في العلبه ختم الشركه اتصالات حقتك او انك تشغل الجهاز، تحس ان الايفون في قوه على الشركات ما ادري منين جايبينها. ف نشوف قدام هل بيقدرون او بيقدرون، لكن اذا قدروا خلاص تحس ان الجهاز فكر فيه بعدين ايش اللي يبون بعد. اوكي تشحن جوالك ليش تاخذ كهرباء من شركات الكهرباء؟ ما ادري بس انه يعني تفكر فيها ان كيف الشركه تبي تسكر كل شيء وتبي خلاص الشركه الشيء لنا هذا الاسم نزل حبه حبه بعدين مثلا تنزل الشبكه حقت يعني تخيل الشبكه ينزلونها ابل بعدين ما يحتاج انك ابل تفتح فرع عندك هناك عشان تنزل لك الشبكه، لا الاسم برنامج موقع ابل تفتحه اشتراك حقك اضغط ينزل رقمك على طول. جوجل توجه هذا التوجه بجوجل فاي، اللي ما يعرف جوجل فاي لكن هو جوجل فاي فينا موجود في امريكا ان شريحه حقت جوجل تاخذها وما لك اي شغل في الشركات اللي موجوده عندك، لكن الحسبه على البيانات والاشياء دي كلها على حسب المنطقه حقتك. مثلا انا في امريكا هنا اقدر اخش مثلا يقول لك المكالمات مجانا رسائل مجانا انترنت على حسب الانترنت اللي تستخدمه، ويكون احيانا عارض يعني مثلا اقدر اقلبه ما بين تي تي اليوم ابي فرايزون على حسب العقود اللي موجوده في جوجل فاي. اخش موقع جوجل واختار في جوجل فاي اختار الشبكه المنطقه حقتي يقول لك الشبكات اللي تشبك عليها ونفس الرقم حقي، طبعا لازم رقم امريكي، نفس الرقم حقي اروح مثلا السعوديه ما يحتاج اغيره، افتح جوجل فاي يقول لي مثلا شبك على شركه اتصالات او موبايلي مكالمات ودقائق محليه مش خارجيه ما يكون خارجيه. فجوجل تشترك يعني ما بيني وبين موبايلي شيء كله الفواتير مع جوجل انا اعطي جوجل، لكن هناك ما راح يكون دقائق مجاني والرسائل مجاني على حسب المنطقه حقتك جوجل تقول لك هذا. طيب اللي بيسالني هل متى بتنزل شبكه جوجل ابل اللي مسويها؟ ما في اي معلومه الان، كلها اشياء ابل قاعد تشتغل عليها، لكن في المستقبل راح تنزل. يمكن ابل عندها اشياء خطط كثيره واشياء لازم تواجهها الحكومه، كيف تواجه الحكومه وكيف تخلي الحكومه تعطيها البرميشن او تعطيها الموافقه ان اوكي طلعي لان بتسوي شبكه خاصه بيها. هل راح تطيح اي تي ان تي وفرايزون شركات الاتصالات اللي هنا ولا ما راح تطيحهم؟ هل راح تخلي الخيار انك تسوي شبكه خاصه فيك لحق الشخص اللي بيشتري جهازك اجباري يشترك على شركتك؟ جوجل تقول لك هذا العروض الموجودة دقائق كذا ورسائل كذا والبيانات كذا، لكن الحلو فيه انه ما في تجوال. جوجل فاي حلو للاشخاص اللي يتنقلون كثير من دولة لدولة، ما يحتاج يروح ذيك الدولة يفتح شريحة ثانية ويخذ خط ما تفهم، لا خلاص تروح هناك وبينك وبين جوجل يقول لك اشبك على الشبكة واستخدمها بس، هذا الدقائق هذا الانترنت هذا كل شيء، بعدها تمشي الشهر الجاي تفتح الفاتورة تشوف الاشياء على الاشياء اللي كلمتك جوجل تدفع حق جوجل، ما تدفع حق موبايل ما تدفع حق اتصالات ما تدفع حق اي شيء. فحركة حلوة فتسنى ستب الحق ستب الجاي. فالإسم جوجل فاي الخطة اللي قاعد تسويها أبل هذه التغنية اللي قاعد نتوجه لها الحين، هذا بس في المكالمات غيرنا الأشياء، احنا تكلمنا هاردوير تكلمنا سوفتوير تكلمنا سيرفيسز أو الهاردوير العتاد الصلب النظام والخدمات، وهذا تكلمنا الحين يعتبر جزء من الخدمات من المكالمات، لكن أتوقع هذا التوجه يعني اللي قدام. فبس إن شاء الله فهمتوا كل شيء وفهمتوا الأشياء وش اللي بيوصل له وش اللي بقول إنه راح يكون محتكر على الشخص اللي يشتري أو إنه بتخير العميل إنه أوكي تشبك على شركات صلات ما يحتاج. فأتوقع أنا راح تخير العميل كبداية حبة حبة لين خلاص لو قدرت على كل شيء راح تعطيه موافقة. فنشوف قدام شو تسوي. فاللي بيسألني عن جوجل فاي تقدر تكتب في جوجل فاي راح يطلع لك بالعربي ويطلع لك الأمور كلها تقريبا الآن بس في أمريكا ما أدري والله، لكن يطلع لك معلومات كلها واللي تقدر تشتريها تطلع لك معلومات كلها انت بالعربي مكتوب في موقع جوجل والله تعرف كل شيء اذا كنت تشترك فيها يعني. فبس نشوف قدام ايش بيسوون وكيف راح تطلع دي الشبكه وكيف مستقبل يعني ما يبي له شيء يعني راح اعطيه 3 سنوات الى 4 سنوات ونشوف قدام ايش بتسوي. بس فالسلام عليكم. ما انا قلت اليوم ما اكلت شيء ما طلعت لكم في شيء قلت خلى اقول لكم دي المعلومه، هي الأصل كانت معلومة واحدة بس دخلنا لكم جوجل فايف دخلنا لكم أشياء. فبليز إن شاء الله فهمتوا كل شيء وما تجيني أسئلة كثيرة عن الموضوع، أني أحس أني قلت كل شيء أتمنى أني قلت كل شيء. فأهم شيء لا تسألني سؤال أنا جاوبت عليه، فبليز شوف السنابات كلها
بدون ازعاج من حولك. انا متعمد انزل الصباح، اتوقع ما راح يكون ازعاج يمك عشان تسمع كل شيء بسماعه بكل شيء وتفهم كل شيء. السلام عليكم.